السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. بقول لحضرتك دلوقتي في زوجة أخي يعني مرات أخويا سبت أمه كده بألفاظ مش كويسة يعني. طيب. وأخويا كان واقف وأنا وأختي كنا واقفين وكده. فحصل تطاول مني أنا تعبتها يعني وتطاول مني عليها يعني أنا مش إيدي على مرات أخويا. أيوه. مش داخل مبرح يعني. واشتبكت النسوة مع بعضهن البعض وبعدين. بس فدلوقتي انا عايز اعرف حكم انا كمرات اخويا يعني هل انا ليا ذنب ان انا لما اديت ايدي عليها بس انا يعلم ربنا ان انا يعني ما اديتش ايدي عليها قد ما هي تطورت الفاظ ما اقدرش انا اتلفظ بيها يعني. الله فالله ما سلم. انا بعرف انا علي لا ما هي يعني اذا يعني اصطلحت ولا ما اصطلحتم؟ لا لا ما اصطلحناش خالص حتى والدتي ما فيش مش قبل الوضع يعني. هي زوجة اخيك؟ خلي اخوك يتدخل يعني بس انا برا البيت هي بس الموجودة في البيت يعني. فانت لما وجدتيها تطاولت بالفاظ قبيحة على امك ضربتيها؟ تتمنى الاول ان هي اشوف ان والدتي الفاظ مش كويسه خالص يعني مش انا نفسي بقول لحضرتك يعني والدتي يعني يمكن بقى لها اسبوع اهي ما غسلتش بقى بغيات وكانت حزينه يعني ده وانا اخويا هو برضه متدين وكده فما قدرش ان هو يمد ايده على مراته يعني او بقى مشغول من الموقف يعني ف العتبة على اخيك ايه؟ العتبة على اخيك اخوك يصلح مش عايز ان انا ربنا امرني ان انا ما اديش ايدي عليها يعني هو بيقول كده؟ قال لي لا انا ربنا انا همشي معاها وحش من اللي قال ربنا امرني ان انا لما اكون زوجتي بذيئه وسبت امي ما مدش ايدي عليها؟ هل ربنا قال كده؟ قال لي يا هو متدين اكتر مني يعني في الدين لا لا هو فرصه ثانيه لا غلطان 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 لان كل شيء خلاص كل شيء له حدود كل شيء له حدود الا اذا رفعت صوتها شيء ما يتغاضى عنها لكن تسب الام بالفاظ قبيحه لا والله يا شيخ يعني السلام عليكم والناس انما يضلون اذا جهلوا مقدار الله سبحانه وتعالى وعظمته واذا ضعف الله عز وجل في قلب الانسان ضعفت العبوديه واذا عظم في قلب الانسان الله سبحانه وتعالى فإن العبودية حينئذ تعظم.